خصنا نخرجوا بحالنا، ها عايشين تحت القصدير، ها الحرارة قتلتنا، راه الناس بزاف في الخزاين ما قدروش يخرجوا، مراضين الناس كبارين مراضين ما قدروش يخرجوا، راه خرجنا غير حنا اللي قلالين، دابا خصنا نخرجوا بحالنا. العواشر عادي دوزنا 7 شهور عادي، وانا هنايا خصنا نخرجوا بحالنا، ما خصنا حتى حاجة، خصنا غير نخرجوا بحالنا. السلام عليكم، حنا كنناشدوكم باش توصلوا هذا الصوت ديالنا السلطات ديالنا، لان حنا عيينا سيدي هنايا وتحرقنا بالقوايل، وخصنا نمشيو عند وليداتنا. العيد د رمضان ما عيدنا مع وليداتنا، العيد الكبير ما غنعيدو مع ولادنا. ها هما الناس الدول اخرى كلها خرجات، ها هما الناس د فريسا خارجين السبت الحد، وحنايا غنبقاو هنا عالقين كنطلبو من جلالات الملك الله ينصرو، لا ما يدير لينا شي حيله باش يخرجنا من هاد الحيله اللي حنا فيها. كنبغي نطالب من جلالة الملك الله ينصرو ومن الحكومة تشوف حالنا، لأن حنايا عينا ما نبارطاجيو وعينا ما نهضرو، حتى شي واحد ما كيتشوف في الملف ديالنا، حتى واحد ما كيديها فينا. هنايا نسى مراض وأنا مريضة، أنا مريضة، أنا أختي هنايا مريضة، عينا ما نهضرو، عينا من الصوت ديالنا ما كيسمعو حتى شي واحد. شبرد الطريق من هنا للمغرب ما بغاش يدونا عند عائلتنا. رمضان دوزناه هنا والعيد الصغير دوزناه هنا، دابا العيد الكبير ماشي حشومه. الله يا ودي شنو هذا الشيء؟ شمن حل هذا؟ السلام عليكم، انا سيدي جيت البارح، جيت من الخزيرات، يعني طالبنا بحق ديالنا في الخزيرات، خرجنا في التلفازه وسميتو، ولكن طلبوا لنا سميتو المصاريف بزاف، تحليله والطياره 400 اورو، انا مني بغيت تجيب 400 اورو، وانا 4 شهور ما خداماش، وتكرفص بزاف، وانا مريضه بالطونجيوم، ودابا جيت لهنايا السبت قالوا لي غادي يخرجوا البارح، ما كاين لا خروج لا والو، جيت لقيت الظروف لقيت النساء اكثر مني، يعني واحد الظروف صعبه، يعني عايشين في ظروف صعبه، يعني عايشين تحت القصدير والحراره. شنو الله يجازيكم خير ما نشوفوا من الملف ديالنا. السلام عليكم، كنطالبوا من جلالة الملك باش يشوف من حالنا ويخرجنا لبلادنا، راه حنايا بيننا وبين بلادنا غير شبرد الطريق، وحنايا هنايا مكرفسين 5 شهور هادي عايشين تحت القصدير، وفي حالة لا يرثى لها. الله يرحم الوالي.